واحد بيقول له كل انسان جسد ونفس وروح، وبعد الموت بتنفصل الروح عن الجسد ويذهب كل من الاثنين لموضعه، فأين تذهب النفس؟ النفس بتموت بموت الجسد، الروح هي التي تبقى خالدة. لكن زي ما بيقول الكتاب نفس الإنسان في دمه، فلما بيموت الإنسان نفسه اللي هي بتعطي الحياة للجسد بتروح معاه، وتبقى الروح اللي هي الخالدة.